السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أمير من قناة أمير كعب الزعيم. اليوم عندنا فيديو عن لعبة أسيسنت المطورة. طبعا أنا ما بحب أهكر، بحب أشوف كل شي جديد معكم، لأنه لو بدي أهكر الألعاب بتصير هيك عادية. فخلونا نبدأ. قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا لايك شير سبسكرايب، ولا تنسوا تضغطوا على جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل شي جديد. طبعا هاي من أول ما فتحت اللعبة. خلينا اذبح، نيجي هين واذبح. طبعا هيك نظام هاللعبة زي ما انتم شايفين. طبعا ادعموني في القناة، انا بتعب عليها وشغال عليها منيح. ان شاء الله راح انزلكم فيديوهات بشكل يومي ان شاء الله. هاي بداية اللعبة، بحكي لك عروض. طبعا عندك شخصيات يعني كتير كتير كتير، في على الذهب، في على المصاري الحقيقية، في كل شيء. طبعا في عندكم شخصيات بالهبل، في مصاري، في بذهب، في بعملة في بعملة اللعبة نفسها اللي هي يعني لازم تدفع مصاري حقيقية عشان تجيك. فاحنا متأكد اني بصور تمام، نحط ستارت ليفل، نيجي هين نيجي هين، وهيك بنكون فزنا. بعد الإعلان برجع لكم. وهيك بنكون احنا ربحنا. حط ستارت ليفل. طبعا هيك واقتل اقتل، حيجي إعلان. طبعا أخذ ربحت شخصية جديدة. وهيك بنكون إن شاء الله انتصرنا، هيك بنكون فزنا. بعد الإعلان برجع لكم. هاي اللعبة للإعلانات، بيعملوها برضو للإعلانات. طبعا بعد ما رجعنا لكم، هاي اللعبة سريعة، أنا راح أعمل تطوير، من عفوا مش تطوير، إيه ربحة هاي، هاك إن إحنا بنكون ربحنا. طبعا في الفيديوهات القادمة راح أصير أبين وجهي، بس عبال ما تطور القناة. طبعا هاي لما نتطور بصير افرجيكم القناة، افرجيكم وجهي بالقناة، وصير اعملها مونتاج. ولكن عشان احنا بدائيين، بس اشوف في دعم راح اضبطكم بالفيديوهات. فبرجع لكم او احكي لكم. خلص هاي خلص الاعلان. ف هاي ربحة. نلعب آخر جيم لعيونكم. وهيك بنكون فزنا. بصير فيه رجال حمر، هذول أقوى، بيجي معهم درع ورشاش أسرع. المهم هذا هو الفيديو، بتمنى يكون عجبكم. لا تنسوا لايك شير وسبسكرايب، ولا تنسوا تضغطوا على جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. وكان معكم أمير من قناة أمير كعب الزعيم، مع السلامة.